المعادلة التانية 4 س تربيع ناقص 9 تساوي 0. يعني اطلع 9 بره، يبقى 4 س تربيع تساوي 9. الس تربيع لوحدها هتساوي 9 على الأربعة، يبقى الس هتساوي زائد أو ناقص الجذر التربيع لتسعة على الأربعة، يعني هتساوي زائد أو ناقص 3 على الاتنين. جذر التسعة 3 وجذر الأربعة 2، يبقى مجموعة الحل زائد 3 على الاتنين وسالب 3 على الاتنين. طيب المسألة اللي بعديها س تربيع ناقص 5 س زائد 6 تساوي 0. ممكن احللها ديت، وانا بس بحب ان انا استخدم المقص في اي معادلة تحليل، يبقى انت حاول تستخدم المقص في اي معادلة تحليل سواء سهلة او صعبة.